اليوم مع تيبت بوينت ان تنجموا تتفرجوا على اللايف، تلعبوا على الماتشوات في كل المسابقات وتضمنوا اقوى ربح على الانترنت. لا لازم شخصية واحد صعيب، اما مش صعيب وكهوا، معناتها صعيب وفي صالح الملعبية، على خاطر مشكلة الملعبية ديما لا بريباراسيون بسيكولوجيك بتاع اللعب توسي، لانه ديما نربحوا لي ماتش اميكو ونجيو في وقت الرسمي ونرخوا وقت اللي ماهوش ناقصهم حتى شيء، لا تكنيكمون لا حتى، معناتها من عنا من اجمل الجينيراسيون اللي جاو في ليكيب ناسيونال. المشكله ما زلت في التحضير النفسي بتاع الجوار. يلزم ما يخموش في انه فينال، يخموا فيه كانه ماتش عادي اغاني وكهو، هذا هو المهم، انه يدخلوا يلعبوا من غير كل المركبات وكل المشاكل اللي والضغط اللي يصير على الملعبيه، سورتو المشاكل اللي صارت قبل، انه الكاميرا نتاع الصحافه قريب باش تدخل، دخلت كريمون الشنابر نتاع لي جوار في وقت اللي ما يلزمش يصير الشيء هذاك، لكن توا انا متفائل انه ما عادش باش يصير. ناقصين كبسة، معناتها الحكاية كل في البريباراسيون اللي كنت نحكي عليها، لكن تكنيكمون يظهر لي في الطنبك نتاعهم الكل حاضرين، تبقى هاك الحاجز النفسي هذاك، إذا يتجاوزوه ويلعبوا من غير مركبات لا متاع نقص لا متاع حتى الكومبلكس دو سوبيريوريتي، ينجم حاشاك يعني، معناتها كي ندخلوا نلعبوا نقولوا احنا رابحين موريتانيا 100% مثلا، نجم تصير حاجة ماشي يعني. الماتشات الكل صعاب يظهر لي، حتى البول متاعنا ماشي سهلة، حتى تعرف كيما قاعدين يحكيوا، معناتها ان شاء الله نتمنى ان المجوار الكل يكونوا حاضرين، وانه يكونوا حاضرين نفسانيا قبل كل شيء، هذيك هي المشكله نتاعنا. اذا كان يبدا حاضر في مخه كيما يلزم، حاجه ما حبيتهاش فيها بالخضري قبل كوب دي موند بيانات، يسيدك لاغي فان نتاع ريال مدريد، وقت اللي هو الى تو باش ينجم يكون حتى هو نهار اخر جوار في ريال مدريد، لكن المشكله نتاع قصر الطموحات، معناتها لي زومبيسيون محدودين، فهذا هو اللي نحكي عليه، البريباراسيون هذيك باش الجوار يهبط بكل ثقه في روحه باش ينجم يلعب في نيفو تاع ستاندار انترناسيونال. انا حابب مساكني كي يبدا في فورما نصوره، هذاك هو اللي شمال على ليكيب ناسيونال برشا. انا يظهر لي طفل كشريدة، عجبني برشا بصراحة، عنده قليب ومركز بالباهي، كان يكمل في النيبو هذاك، هو بن محمد الاثنين النجم يخلقونا برشا حلول. الخزري ثعلوب كبير، بعد إذا نجم يفك الحكاية ما تعرفش منين يجيبها، معناتها عنده جنين، معناتها إن شاء الله يسيبوا الكل. ما عندي، لانه ما ظنش انه في اوج العطاء نتاعو ولا في الفورما اللازمه، وممكن لونترينور لو سيليكسيونور هو اقرب واحد باش يشوف لي جوغ نتاعو، وعندنا بديل اسمه بن محمد، معناتها في فورما كبيره، والحدادي اللي هو في فورما زاده وقاعد يتطور برشا، دونك متوقع الحقيقه نلعب فكيك بيفو معز حسن في الكاج، على خاطر الرجعة متاعه وتنجم تعطيها قوة مغال كبيرة متاع إصرار انه يعمل حكاية، لانه الليدة ذاك باهي لو كان يحظى، لانه مازال صغير وكله يظهر لي الاكسيدان، معناتها الضربة متاع الكوب دي موند كبرته في العمر وفي التجربة، فنتوقع منه أداء متميز، لانه جول من احسن ما عندنا توا في تونس. مرياح الكاريزم والوقفه نتاعو والكل، معناتها يحسك بالستابيليتي. براون اللي هو ان فري تالون، معناتها كاسح بالحق. كشريده الفير هذاك اللي يجري على اليمين ممتاز. بن محمد على اليسار. سخيري غيلان، انا نشوف فيه قاعد يتحسن وقاعد في فورما المده هذه الكل. غيلان ولا الفرجانيه بالاثنين، معناتها و بيان سور المساكني
الأربعة اللي القدام اللي هم ينجموا يعطيوا وجهة متاع هجوم متميز لليكيب ناسيونال، على خاطر عندهم القدرة انهم يبدلوا ويتنقلوا ويتحركوا ويعملوا مشاكل كبيرة، وذاك اللي شفناه في لي مومون فور متاع ليكيب ناسيونال قبل الكوب دي موند اللي فاتت، وحتى في الكوب دافريكا اللي فاتت اللي خرجنا منها. معناتها لي شونجمون اللي صاروا اثروا في ال... في هذاك، معناتها لازم يكون معاهم ديزيلي كيما كشريدة وبن محمد باش تخلق برشا حلول ليكيب ناسيونال، هما المساكني وسليتي البدري والخزري، هذوما ما نخير عليهم حد. اليوم مع tibet.in نجموا تتفرجوا على اللايف، تلعبوا على الماتشوات في كل المسابقات، وتضمنوا اقوى ربح على الانترنت.